نعم، ما زلنا ننتظر هنا حيث نتواجد. ربما تظهر لكم الصورة ولا أظهر أنا، حيث طلب منا أن نخلي هذا المكان، وهي آخر تبدو على أن الاستعدادات تصل إلى مرحلتها الأخيرة من أجل إخراج الطفل ريان من المكان الذي يوجد فيه. ننتظر كما ينتظر الجميع هنا ماذا سيحدث. قبل تقريبا ساعة، قبل ساعة دخل أعضاء فريق الوقاية المدني أو جهاز الوقاية المدنية، قد دخلوا إلى هذا الممر الذي تم حفره بشكل أفقي، ووصلوا بعد أن تم تيسير العملية من طرف الفريق الذي قام بالحفر يدويا. دخلوا قبل ساعة ويبدو على أنهم بصدد إخراج ريان من المكان الذي يوجد فيه. ريان الذي تشير كل التصريحات وما نراه وما نشاهده من أجواء تشير إلى أنه ما يزال حيا، لكن بعض المصادر تتحدث على أن صحته قد تكون متعبة ومنهكة بفعل تداعيات البقاء في 5 أيام داخل قعر أو في هذا البئر دون مأكل ومشرب ولا حركة، وأيضا لربما بسبب الإصابة التي قد يكون مصابا بسبب السقوط لتقريبا مسافة 32 مترا، وهو طفل صغير في عمر 5 سنوات. هذه فقط معلومات أولية، ننتظر التأكيد. إذا الكل ينتظر هنا، الكل يترقب، الأنفاس محبوسة في انتظار لحظة خروج فريق الإنقاذ ودخول سيارة الإسعاف التي تنتظر جانبا، وينتظر معها وتنتظر معها الأطقم الطبية وأطقم الإسعاف، تنتظر الضوء الأخضر لكي تباشر بدورها مهامها وتستلم تستلم الدور من قوات الإنقاذ، وتقوم بمهامها الإسعافية وتقديم الإسعافات الأولية لريان في حالة خروجها. إذا الكل ينتظر، حتى المتواجدون هنا ينتظرون ويترقبون، وعيونهم ترحل إلى حيث مدخل هذا النفق الأفقي، تترقب أي حركة غير عادية، تترقب لتستبشر خيرا. و هذه القصة كما ذكرنا نهاية يريدها الجميع أن تكون سعيدة. قبل قليل أيضا كانت تحلق طائرات الدرون أو التصوير، الدرون كانت تحلق في سماء هذه المنطقة الجبلية، وكانت أيضا بمثابة استعداد لتوثيق وتسجيل هذه اللحظة التي الأكيد أنها ستبصم تاريخ هذه المنطقة، وستبصم تاريخ وعقل ووجدان عائلة ريان لما تركته من أثر في نفوس كل من عاش هذه التجربة، سواء من الأهل، من الأقرباء، من الجيران، وكل من سمع وتعاطف مع ريان في حادثة ريان الذي ما يزال بحسب المعطيات الواردة ما يزال يقاوم وما يزال يتنفس، وفي كل يعني شهيق وفي كل تنفس يتنفسه ريان يتنفس الناس خارج هذا النفق الصعداء، مخافة يعني أن يحدث مكروه لهذا الولد دي 5 سنوات. إذا كلنا ننتظر إلى حدود الساعة، لا تبدو، لا يوجد أي جديد فعلا قد يمكن ذكره. ننتظر كما ينتظر الجميع، وكما قلنا أن تخرج الطواقم أو الأطقم التي دخلت قبل ساعة لإتمام مهمتها، والمتمثلة بالأساس في إخراج ريان من النقطة التي يتواجد فيها على عمق 32 مترا من حيث سقط، بجانب المنزل الذي يقطن به إلى جانب أخيه وأخته ووالديه.
نعم. يعني فدوى كان الحديث منذ فترة قليلة عن أن المتبقي من الحفر الأفقي نحو مترين يعني أو بالتحديد 1.80 متر سيتم حفرها يدويا، وكما قلت أنت أيضا قبل قليل أن الحفر اليدوي بدأ بالفعل. هل هناك تقدير معين للتوقيت الذي بدأ فيه الحفر اليدوي وتوقعات الانتهاء منه؟ لا، فقط للتوضيح، فعملية الحفر اليدوي لم يعني تهم فقط المترين، همت 6 أمتار تقريبا. طول النفق كله يعني يقارب أو يعادل 6 أمتار. اللجوء إلى تقنية الحفر التقليدي كان ضروريا بالنظر لارتباطات السالفة الذكر المرتبطة بطبيعة جغرافية المكان، فكان الاعتماد يعني كان الاعتماد على أشخاص ذوي حرفة وذوي خبرة في هذا المجال، سواء في حفر الآبار أو غيرها من أو حفر يعني الحفر المماثل في مثل الذي يستعمل فيه الحفر اليدوي بوسائل جد بسيطة. إذن 6 أيام المؤشرات الأولية أو خلاصة هذه العملية أنها انطلقت مساء أمس في تمام تقريبا يمكن القول 6:30 مساء من يوم أمس، وانتهت قبل ساعة من الآن، أي في تمام الثالثة زوالا. هي عملية لم تدم كثيرا، لم تدم يعني دامت أقل من 24 ساعة، ولكنها عرفت بعد نوعا من المد والجزر وبعد التوقفات بسبب سقوط الأتربة وسقوط الصخور المفاجئ عندما كان الأشخاص يقومون بعملية الحفر، فجأة تنزل الأتربة أو يكون هناك انجراف للتربة ما يستدعي توقفا للأشغال إلى حين أو في انتظار إزاحة الأتربة وإزاحة كل العوائق التي يمكن أن تحول دون استكمال هذه العملية، هو ما لربما أثر على هذه العملية. أيضا وجود في المتر الرابع اكتشف أو وجد الأشخاص الذين يقومون بعملية الحفر وجدوا صخورا كبيرة وتطلبت منهم مجهودا كبيرا، دام لأربع ساعات من أجل حفر متر واحد، وهو ما أيضا استنزف كثيرا من الجهد والوقت بالنسبة للفريق. الفريق الذي أرى هنا أمامي هذا الرجل باصحراوي كما لقبه المغاربة، الذي يعتبرونه بطل هذه القصة إلى جانب الطفل ريان، والذي شد الرحالة من جنوب المغرب إلى شماله من أجل تقديم خبرته في هذا المجال، ويبدو أراه سعيدا، أراه مبتسما، لربما هو فرح بأنه قد أدى المهمة التي أتى من أجلها، يعني علامات الابتسامة وهو يتحدث إلى أصدقائه، فهي توحي أو تؤكد على أنه فرح بما قدمه وفرح بنجاح هذه التجربة، هذه التجربة الأكيدة التي لن تنسى بالنسبة لسواء لبصحراوي، للطفل ريان عندما سيكبر، لعائلته ولجميع المغاربة الذين سيتذكرون يوما ما هذا التاريخ ويوم يعني نجاة الطفل ريان من هذه الأزمة التي شغلت بال الرأي العام المغربي والدولي لمدة 5 أيام.